في 9 مارس/آذار عام 1969 ارتقى الفريق عبد المنعم رياض شهيداً وسط نيران المعركة. كان رحيله صدمة هزت الجميع، وفي لحظة فارقة نقلت الأمانة إلى اللواء أحمد إسماعيل، فأوكلت إليه رئاسة أركان الجيش المصري في مرحلة حرجة من حرب الاستنزاف. تولى رئاسة الأركان عقب وفاة الفريق عبد المنعم رياض، وبعدين حصلت حادثة اسمها حادثة شهيرة جدا اسمها حادثة الزعفرانة، ان في قوات إسرائيلية نزلت عند خليج السويس ووصلت الى منطقة الزعفرانة وقتلت بعض الجنود المصريين واستولت على جهاز رادار. على اثر هذه الحادثة قام وزير الحربية باخراجه للمحش. وقعت التبعات على ان احمد اسماعيل علي هو المقصر، فاصدر الرئيس عبد الناصر قرار باقالته. والراجل مظلوم يعني. بروح عسكري عرف عنه الانضباط وبتقاليد مؤسسة عسكرية وطنية مستقرة، امتثل أحمد إسماعيل لأمر قائده بالتقاعد. لكن شيئا بداخله ظل يلح عليه بأن الرحلة لم تنتهي بعد. قبل أن يحظى بشرف المواجهة وإزالة آثار الهزيمة، استغل أحمد إسماعيل فترة تقاعده في إعادة تأمله الأوضاع العسكرية وصياغة دراسات عسكرية أولية لتحرير الأرض المحتلة. والدي فترات تقاعد حوالي تقريباً سنة من رئاسة أركان حرب لغاية ما تولى المخابرات العامة. وقتها كان بيكتب مقالات، كان في البيت وكان بيكتب مقالات، من ضمنها يعني اللي أنا فاكره مقال عن الحدود الآمنة. كان إسرائيل سعيدة بأنها وصلت لخط برليف لقناة السويس وعملت خط برليف، وأنه ده هيديها حدود آمنة. فإزاي إحنا نتحدى نظرية الحدود الآمنة؟ إن إحنا نخترق خط برليف ويبقى نلغي المانع المائي اللي موجود بيننا وبينها عشان نقدر نحطم نظرية الأمن. وده دي الفكرة الأساسية اللي قامت عليها بعد كده فكرة حرب أكتوبر. تحرير سيناء بدأت من فريق أحمد إسماعيل خلال الفترة اللي جلس فيها في المنزل، وابتدى يكتب التحديات اللي أمامه، وابتدى يكتب المهمة المطلوبة من القوات المصرية في ذلك الوقت، وهي أنه الجيش المصري يستخدم إمكانياته الحالية في عبور قناة السويس واحتلال خط برليف وتدمير الساتر الترابي واحتلال منطقة معينة، على أن يكون تحرير سيناء بعد ذلك من خلال المفاوضات أو من خلال الدبلوماسية أو أي ما تكون اللي هيحصل بعد كده. كتب أحمد إسماعيل هذه الخطة في خطاب، وكان مقرر إن هو يرسلها إلى الرئيس جمال عبد الناصر عشان الرئيس جمال عبد الناصر يعمل على تنفيذها، لكنه تراجع في آخر لحظة بعد ما كتب الخطاب وانتهى منه ووضعه في درج المكتب.